أهلا بكم في عرض حل المعادلة التربيعية عن طريق استخراج العامل. دعونا نبدأ بحل بعض المسائل. دعونا نفترض أن لدي الاقتران f x يساوي x تربيع زائد 6x زائد 8. الآن إذا أردت تمثيل f x بيانيا فالتمثيل سيبدو هكذا. لا أعلم بالضبط كيف سيبدو، لكنه سيكون قطع مكافئ وسيتقاطع مع محور x في نقطتين هنا وهنا، وما سنحاول فعله هو تحديد هاتين النقطتين. أولا، عندما يتقاطع اقتران مع محور x فهذا يعني أن f x تساوي صفر، لأن هذا f لمحور x مشابها لمحور y. إذن هنا f x تساوي صفر، وحتى نحل هذه المعادلة سنضع f x تساوي صفر ونحصل على x تربيع زائد 6x زائد 8 تساوي صفر. الآن ربما أن حل هذه يبدو بسيطا، لكن عبارة x تربيع تلك تجعل الأمور فوضوية، ويمكنك أن تحاول حلها بنفسك. وما سنفعله هو تحليلها إلى عواملها، وسوف نقول أن x تربيع زائد 6x زائد 8 يمكن أن تكتب كالتالي: x زائد شيء ما مضروبة في x زائد شيء ما ولا تزال تساوي صفر. الآن في هذه الأقواس سوف أوضح الطريقة المنهجية، أو يمكنك أن تقول الطريقة الميكانيكية لفعل ذلك. سوف أعطيكم محاضرة أخرى حول سبب نجاح ذلك، وربما أنك تريد أن تضرب الإجابات. سنبدأ ونضرب العبارات ونرى سبب نجاحها. وما سنستخدمه هنا هو أن ننظر إلى معامل عبارة x هذه، أي الستة، ونقول ما هما العددان اللذان مجموعهما 6، وعندما نقوم بضربهما سنحصل على 8. حسنا، دعونا نفكر بعوامل الثمانية. عوامل الثمانية هي 1, 2, 4, و8. حسنا، 1 ضرب 8 يساوي 8، لكن 1 زائد 8 تساوي 9، إذا لا تنجح هذه. واثنين زائد 4 تساوي 6، 2 ضرب 4 تساوي 8، لقد نجحت هذه. يمكننا أن نقول x زائد 2 و x زائد 4 تساوي 0. الآن إذا كانت عبارتان أو عددان مضروبان ببعضهما يكون حاصلهما 0، فهذا يعني أن واحدا من هذان العددان أو كلاهما يجب أن يساوي 0. والآن بإمكاننا أن نقول أن x زائد 2 تساوي 0، أو x زائد 4 x زائد 4 تساوي 0. حسنا، هذه معادلة بسيطة جدا، نطرح 2 من كلا الطرفين ونحصل على x تساوي ناقص 2، وهنا نحصل على x تساوي ناقص 4. وإذا عوضنا أي من هذه في المعادلة الأصلية سترى أن هذا ينجح. إذن دعونا نحاول مع ناقص 2، وسأترك لكم ناقص 4. إذن ناقص 2 للقوة 2 زائد 6 ضرب ناقص 2 زائد 8. ناقص 2 للقوة 2 تساوي 4، 6 ضرب ناقص 2 تساوي ناقص 12 زائد 8، وبالتأكيد أن هذا يساوي 0. وإذا فعلتم نفس الشيء مع سالب 4 سترون أيضا أن هذا ينجح. وربما أنكم تقولون الآن هذا مدهش، هذه المعادلة لها حلان،
حسنا، إذا فكرتم بها ستكون منطقية، لأن التمثيل البياني يتقاطع مع محور إف الإكس لإكس في موقعين مختلفين. دعونا نحل مسألة أخرى. دعونا نفترض أن لدي إف الإكس تساوي 2x تربيع زائد 20x زائد 50. وإذا أردتم أن تجدوا مكان تقاطعهما مع محور x، فقط نضع f x تساوي 0، وسوف أعكس الجانب الأيسر والأيمن من المعادلة وأحصل على 2x تربيع زائد 20x زائد 50 تساوي 0. الآن الاختلاف البسيط بين هذه المعادلة وتلك هو أن معامل x تربيع هنا يساوي 2 بدلا من 1، وأنا أفضل أن يكون 1. لذا دعونا نقسم المعادلة كلها، كل من الجانب الأيسر والأيمن على 2، فأحصل على x تربيع زائد 10x زائد 25 يساوي 0. كل ما فعلته هو أنني ضربت 1 على 2 بكلا طرفي المعادلة، وذلك كالقسمة على 2. وبالطبع فإن 0 ضرب 1 على 2 يساوي 0. الآن نحن جاهزون أن نفعل كما فعلنا قبل، وربما أنكم ترغبون بإيقاف العرض وتحاولوا أن تستمروا بأنفسكم. سوف نقول x زائد شيء ما مضروبة في x زائد شيء ما تساوي 0، وهذان المجهولان يجب أن يكون مجموعهما 10، وعندما نضربهما يجب أن يكون حاصلهما 25. دعونا نفكر في عوامل 25. إذن لدينا 1، 5 وخمسة وعشرين. حسنا، 1 ضرب 25 تساوي 25، 1 زائد 25 تساوي 26 وليس 10. 5 ضرب 5 تساوي 25، 5 زائد 5 تساوي 10، إذن نجح هذا. ويتبين أن كلا هذين العددين عبارة عن 5. نحصل على x زائد 5 تساوي 0، أو x زائد 5 تساوي 0، وسوف نكتبه لمرة واحدة فقط. فنحصل على x تساوي سالب 5. كيف تفكر في ذلك بيانيا؟ لقد أخبرتكم أن هذه المعادلات يمكن أن تتقاطع مع محور x في مكانين، لكن هذه لها حل واحد فقط. حسنا، هذا هو الحل. إذا كانت x تساوي سالب 5 فسوف نحصل على قطع مكافئ يلامس المحور من هنا ثم يعود، وبدلا من التقاطع في مكانين فسوف يتقاطع هنا فقط على x تساوي سالب 5. والآن كمثال يثبت لكم أنني لا أعلمكم بطريقة خاطئة، دعونا نضرب x زائد 5 ضرب x زائد 5 لكي أوضح لكم أنه يساوي ما يجب أن يساويه. إذن لقد قلنا أن هذا يعادل x مضروبة في x زائد 5 زائد 5 مضروبة في x زائد 5، وهذا يساوي x تربيع زائد 5x زائد 5x زائد 25، x تربيع زائد 10x زائد 25. إذن يساوي ما قلنا أنه يجب أن يساويه، وسوف أصمم درسا آخر مرة أخرى حيث أوضح هذا أكثر.
دعونا نحل مسألة أخرى. وفي هذا المثال سوف أختم العرض. دعونا نحل x تربيع ناقص x ناقص 30 تساوي 0. مرة أخرى نريد عددين، عندما نجمعهما يكون الناتج. ما هو المعامل هنا؟ إنه سالب 1. إذن يمكن أن نقول أن هذان العددان هما A زائد B يساوي سالب 1 و A ضرب B تساوي سالب 30. حسناً، دعونا نفكر بجميع عوامل الثلاثين. 1 2 3 5 6 10 15 30. حسنا، شيء ما مثير للاهتمام يحدث الآن. بما أن A ضرب B يساوي سالب 30، فإن واحد من هذه الأعداد يجب أن يكون سالبا. لا يمكن أن يكون كلاهما سالبان، لأنه إذا كان كلاهما سالبان بالتالي هذا سيكون موجب 30. A ضرب B يساوي سالب 30. في الواقع سوف نقول أن اثنان من هذه العوامل يجب أن يكون الفرق بينهما يساوي سالب 1. حسنا، إذا نظرنا إلى جميع هذه الأعداد بكل وضوح عندما تزاوجهم سيكون حاصل ضرب كل زوج منهم 30، لكن الوحيدان اللذان الفرق بينهما يساوي 1 هما 5 و6، وبما أنه سالب 1 فسيكون. وأنا أعلم بأنني سأكون سريع جدا بهذا وسوف أقوم بحل مسائل أخرى. هذا سيكون x ناقص 6 مضروبة في x زائد 5 تساوي 0. كيف أفكر في هذا؟ ناقص 6 ضرب 5 تساوي ناقص 30. ناقص 6 زائد 5 تساوي ناقص 1. إذن نجح هذا. وكلما مارستم هذا النوع من المسائل فسوف تتوضح لكم أكثر. إذن نحصل على x تساوي 6 أو x تساوي سالب 5. وأعتقد أنك في هذه المرحلة قادرا على حل المعادلات التربيعية من خلال تحليلها إلى عواملها، وسوف أقوم بحل مسائل أخرى قريبا حتى تكتسبوا الخبرة من هذه المسائل. استمتعوا بوقتكم.